هل كورس اليوس أو كورس السات هو شرط أساسي للحصول على قبولات بالجامعات الحكومية التركية؟ هالسؤال بالفترة الأخيرة بصراحة سألناه بشكل كتير كبير، لهالسبب حبيت أعمل فيديو كامل على الموضوع وأشرح لكم عنه. خلوكم معنا. مرحبا، كيفكم أصدقائي الطلاب؟ رجعنا لكم بعد انقطاع لفترة قصيرة بسبب إجازة العيد، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. اليوم رح نحكي عن موضوع مهم جدا الفترة الأخيرة كتير تزادت الأسئلة عنه، واللي هو أنه أنا فيني سجل بالجامعات الحكومية وأخذ القبول بدون ما يكون عندي كورس يوس أو شهادة يوس أو شهادة سات. قبل أي شيء خلينا نفرق بين التقديم للجامعة والحصول على قبول. نحن عم نحكي حاليا بالجامعات الحكومية بشكل أساسي، لأن الجامعات الخاصة ما بتطلب يوس ولا بتطلب سات، حاليا عم نحكي على الجامعات الحكومية فقط. فالتقديم للجامعة شيء والحصول على القبول من الجامعة شيء، لأنه إحنا بنقدم على الجامعة وبننتظر النتائج بشيء اسمه المفاضلة، وأنا سبق وعملت فيديو كامل بيشرح آلية المفاضلة على الجامعات الحكومية، أيضا فيكم تشوفوه بصندوق الوصف. فحاليا خلينا نرجع نعيد من الأول. بيجي الطالب بيقول لي أنا بدي سجل بالجامعات الحكومية التركية بغض النظر عن شو هي الجامعة، فهل أنا واجب علي أني أنا أجيب كورس اليوس ولا فيني سجل بدونه؟ بشكل عام رح قلكم أنه في جامعات بتطلب اليوس كشرط أساسي، وفي جامعات فيك تحط فيها شهادة اليوس وفيك تقدم عليها بدون شهادة اليوس. نحن كله عم نحكي هون تقديم لسه. فالجامعات اللي بتطلب اليوس بشكل أساسي أو السات بشكل أساسي رح تكون بعيدة عنا بهالفيديو، لأنه نحن حاليا نركز على الطرف الآخر. مجرد ما قالت الجامعة بدها يوس أو سات، فأنت مضطر خلاص، أنا هاي الجامعة بدي إياها وهي الجامعة بتطلب يوس أو سات بشكل حصري، فأنا ما فيني أقدم عليها. حتى مثل جامعة إسطنبول مثلا، هاي الجامعة حصرا بدك يوس لحتى تقدر تسجل عليها، بدون يوس ما فيك تسجل بالشهادة الثانوية أنت حتى. أما الطرف الثاني واللي هي الجامعات اللي بتقلكن أنا ممكن اقبل طلبات تقديمكم بدون يوس، وبعدين رح اعمل مراجعة ملفكم وعلى اساسه بعطيكم القبولات. ففي كتير جامعات بتركيا من هالمبدأ، مثلا من اهم جامعات لكم بعض الجامعات، من اهم جامعة انقرة يلدرم بايزيد الموجودة في انقرة، ايضا جامعة الأورتادو تكنيك يونيفرسيتي، رغم انه اليوس فيها ما هو شرط اساسي ولكن القبول فيها نوعا ما صعب، ايضا لانه بدها علامة مرتفعة جدا بالشهادة الثانوية. أيضا في عنا جامعة إزمير كاتب تشلبي الموجودة في إزمير، جامعة عبدالله جول في قيصري، جامعة أغري إبراهيم، جامعة أكسراي، وجامعة أماسيا، وفي جامعة بالك أسير. في عدد كبير كثير من الجامعات رح حط لكم إياه أيضا بصندوق الوصف. عم حاول انتقل لكم الجامعات الأهم اللي ما بتطلب يوس بشكل أساسي. لاحظوا أنا عم أقول لكم ما بتطلب يوس بشكل أساسي، فيك إذا معك يوس فيك تقدم اليوس، هالشي بيزيد من فرص قبولك، ولكن إذا ما معك يوس أنت فيك تقدم على هالجامعة، على عكس الجامعات الثانية اللي أنت حتى موضوع التقديم غير مستبعد إذا ما كان معك شهادة اليوس. مثل ما قلت لكم في جامعة إيرجيس بقيصري، أيضا جامعة إرزنجان في مدينة إرزنجان، جامعة كهرمان مرعش، جامعة نجم الدين أربكان في مدينة قونيا، وجامعة سكاريا، جامعة أولوداغ، وجامعة ينيوزيل. فهذول الجامعات كلهم مثل ما قلت لكم فيكم تقدموا عليهم بدون ما يكون معك شهادة يوس. طيب الطالب هم بهالحالة ممكن يقول لك تمام ممتاز، أنا ما رح أدرس يوس، الجامعات هي بتقبل أني أنا أقدم بدون ما يكون معي شهادة يوس. ولكن في نقطة هامة هون، أنه بالفترة الأخيرة الدراسة بتركيا أصبحت مصدر كبير كتير، طلاب من كل أنحاء العالم ومن كل أنحاء الوطن العربي عم يجوا عليها. هذا الشيء زود من فرص التنافس بشكل كتير كبير بالجامعات الحكومية التركية. طيب لما الكل عم بيقدم على الجامعات بالشهادات الثانوية وفي ناس عم تقدم مع يوس، أكيد الجامعة رح تفضل اللي معه اليوس، حتى لو كان ما هو شرط أساسي للجامعة أنه يكون معك شهادة يوس، بس عم تطلع طالب معه يوس وطالب ما معه يوس، فلا أنا بقبل اللي معه يوس. وبنفس الوقت المنافسات كتير كبرت بالجامعات الحكومية، فأصبحت فرص القبول بدون شهادة يوس أضعف نوعا ما. طبعا في استثناءات نوعا ما اللي هي موضوع الجنسية اللي بيلعب دور كتير كتير كبير،
لأنه بكل مفاضلة لجامعة معينة، الجامعة بتحدد مقاعد معينة لكل جنسية على أساسها يتم المفاضلة. فمثلاً الجنسية الجزائرية أو المغربية اللي ما فيها كتير منافسة بالجامعات التركية الحكومية، فرصة قبوله بدون يوس أكبر بكثير من مثلاً طالب عراقي أو طالب سوري أو طالب مثلاً خليني لكم أردني مثلاً، لأنه أو فلسطيني، لأنه صار في كميات كتير كبيرة منهم، وكثير ناس من السوريين والأردنيين والعراقيين عم يدرسوا يوس، ففرص قبولهم بدون يوس بتكون ضعيفة حتى بالجامعات اللي ذكرت لكم إياها أنا حالياً، اللي هي تقريباً عدد أكثر من 60 جامعة. لهالسبب اللي بده يحصل على قبولات في الجامعات اللي ما بتقبل يوس فقبولاته غير مضمونة عن طريق المفاضلة. فيك تسجل وممكن تقبل، ممكن تقبل، ليش لا؟ ممكن الجامعة تلاقي ملفك بدون يوس انه عندك فرص قبولة، ولكن اذا بدك ترفع من فرص قبولك بشكل اكبر بكثير فانت لازم تدرس يوس. طبعا انا لما عم اقول كلمة يوس لانه اليوس نوعا ما عم يفضلوه اكثر الطلاب هون بتركيا، ولكن هذا شيء مو اساسي. اليوس نفس الشيء ينطبق على السات، ولكن في جامعات بتقول انا بدي سات فقط، في جامعات بتقول انا بدي يوس فقط، في جامعات بتقول يوس او سات ما في فرق. فهي نقطة بس هامة، عم عيد كلمة يوس، ولكن اليوس المنطبق على اليوس منطبق على السات ايضا بنفس التفاصيل تماما. رح نوح على نقطة بسيطة ايضا واللي هي الكليات الطبية، الصيدلة، طب البشري وطب الأسنان وبعض الأفرع اللي عليها ضغط كبير بالفترة الأخيرة مثل العلاج الطبيعي مثلا، وعلى الرغم من أنه هو ما هو لا يشبه بالكليات الطبية من ناحية الضغط، ولكن أيضا فينا نحطه ضمن الشيء اللي بدي أقوله هلأ. هدول الكليات غالبا يعني خليني لكم 95% من الطلاب اللي بيقدموا على هالكليات بدون شهادات يوس أو سات فرص قبولهم ما بتكون كبيرة، فرص قبولهم بتكون ضعيفة لأنه هالكليات بالأساس عليها ضغط منافسة كتير كبير، واللي بيسجل عليها أساساً بيكون جايب يوس. فأنت عم تسجل عليها بالشهادة الثانوية فقط، يعني فرص قبولك ما هي كتير كبيرة. في استثناءات، في ناس قبلوا فقط عن طريق الشهادة الثانوية، ولكن مثل ما قلت لكم هدول استثناءات. لهالسبب ختاماً إذا حابين نلخص لكم الموضوع، إذا ما معك يوس وجنسيتك ما عليها كتير ضغط بتركيا وبدك تسجل بفرع ما عليه كتير ضغط بتركيا، فاضل بالشهادة الثانوية بالجامعات اللي ذكرت لكم اياها اللي بتقبل بدون اليوس او السات، فاضل جرب حظك، في عندك فرصة للقبول. ولكن اذا بدك تفاضل على الكليات الطبية ومعدلك الثانوي ضعيف، او انت من جنسيتك من الجنسيات عليها كتير منافسة كبيرة بتركيا، ففرصة قبولك ضعيفة. لهالسبب جيب يوس، انت فرصتك بالقبول باليوس اكيد راح تكون اعلى، اليوس او السات برجع بقلكن فرص قبولك راح تكون كتير كتير اعلى. ختاما في نقطة هامة، اذا بدك تحصل على كليات قوية او تحصل على جامعات قوية وتصنيفها عالي جدا، فاغلب الجامعات القوية بتطلب يوس او سات، واذا ما طلبت يوس او سات بتحلك فرصة انه انت تقدم بس ما رح تقبلك، لانه هي جامعة قوية ففي كميات كتير كبيرة من الطلاب عم بيقدموا عليها، وهالطلاب اغلبهم رح يكون معهم يوس او سات، ففرص قبولك بتكون ضعيفة. وختاما حابب اذكركم بانه مركز الخوارزمي الاكاديمي ايضا بيقدم كورسات اليوس او كورسات السات حضوريا بمركزنا باسطنبول او عن طريق الاونلاين. ايضا بنقدم خدمات عديده للطلاب اللي بدها تسجل بمركزنا حضوريا، بنامن لهم السكن وعندنا باقات متنوعه للدراسه بتركيا. لهالسبب ما تضيعوا الفرصه، عليكم موسم 2021-2022 كورسات اليوس والسات فيه بدأ التسجيل عليها من الآن وبدأ حجز المقاعد عليها من الآن. تواصلوا معي عن طريق الرقم الظاهر على الشاشة وإن شاء الله راح أعطيكم كل التفاصيل. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وانتظرونا بفيديو جديد، ويا ريت إذا عندكم أي اقتراحات لفيديوهات معينة تحطوا لي إياها بصندوق الوصف. يعطيكم ألف عافية وسلام.